عليه الصلاة والسلام له حديث رواه الإمام الترمذي يقول: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت اللون الأحمر، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت اللون الأبيض، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. طيب، دعينا نضع هذا الحديث على مقياس العلم لنرى هل يتطابق مع العلم. يقول العلماء إن كل لون له درجة حرارة محددة، أقل درجة حرارة للألوان، وهذه يعرفها المصورون والمهتمون بالكاميرات الاحترافية، هي اللون الأحمر، درجة حرارته منخفضة جدا بحدود 1100 درجة مئوية. اللون الأبيض يعتبر حرارته أكبر 5500 درجة مئوية. اللون الأسود يقع خارج الطيف الضوئي، يعني أكثر من 12000 درجة مئوية أصبحنا في مجال الضوء أو الطيف غير المرئي، لون أسود. إذن هذا الحديث يدعونا للتساؤل: كيف علم حبيبنا عليه الصلاة والسلام هذا التدرج في الألوان من الأحمر إلى الأبيض إلى الأسود خارج الطيف الضوئي؟ هناك حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح رواه البخاري ومسلم: ناركم في الدنيا، يعني هذه ناركم، هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. حديث صحيح. ماذا يعني ذلك؟ نحن نعلم أن النار العادية درجة حرارتها 1100 درجة. هذه النار العادية التي نعرفها في الدنيا، إذا ضربنا هذا العدد ب70، 1100 مضروب ب70 يعني ضاعفناه 70 مرة يعطينا 77000 درجة. طيب، بمقياس العلم الآن، الحرارة ذات الدرجة 77000 ما لونها؟ أسود غير مرئية، إنها معتمة بالنسبة للعين البشرية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بحديث يقول فيه عن جهنم فهي سوداء مظلمة، وجاء بحديث آخر يقول فيه أيضا أن هذه النار حرارتها أكثر من 70 أو 77000 درجة، يعني أنا أعطيت الحد الأدنى هو 77000 درجة، هي أعلى من ذلك، فهي سوداء علميا. إذن هذا يؤكد أنه لا يوجد تناقض بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبين العلم الحديث. على فكرة، كلمة جهنم في القرآن ذكرت 77 مرة أيضا، مضاعفات رقم 7، وهي ذات أبواب 7. الله تعالى يقول لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. إذن جهنم لها 7 أبواب وذكرت في القرآن 77 مرة. الآن ماذا يحدث إذا بحثنا عن اللون الأسود في القرآن؟ يعني أنا أريد أن أصل إلى أن الذي خلق جهنم هو الذي أنزل القرآن، يعلم ماذا ينزل، أنزله بعلمه سبحانه وتعالى. اللون الأسود ذكر في القرآن 7 مرات بعدد أبواب جهنم. الله تعالى يقول لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فهي سوداء مظلمة، وعندما نبحث عن اللون الأسود نجده قد ذكر 7 مرات بالضبط بالتمام والكمال. كأن الله يريد أن يوصل لنا رسالة: هذه جهنم التي تكذبون بها، انظروا إلى هذا التوافق الكامل بين العلم وبين القرآن. الله تعالى ذكر في القرآن لون الجنة، لم يذكر أبوابها. يعني عند الحديث عن جهنم قال تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها 7 أبواب. هذه الآية تؤكد أن عدد أبواب جهنم 7. طيب، ماذا عن عدد أبواب الجنة؟ لم يذكر في القرآن عدد أبواب الجنة، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: للجنة 8 أبواب، وطبعا فيها باب اسمه الريان لا يدخله إلا الصائمون. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أبواب الجنة. طيب، لون جهنم
ذكره النبي لم يذكره القرآن، يعني في القرآن لا يوجد لون لجهنم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. كأن هناك تكامل بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبين القرآن، لذلك لا يمكن أبدا، يعني أنا كإنسان أفكر بشكل علمي، أن أفصل بين كلام النبي وكلام القرآن، لأن الذي نطق به النبي هو الذي أخبره به جبريل عليه السلام، يعني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل كلمة نطق بها النبي هي وحي من الله سبحانه وتعالى، فالأحاديث الصحيحة هي وحي من الله أيضا مثلها مثل القرآن. لذلك عندما نجد في القرآن أن الله يذكر لون الجنة، يعني مثلا لباس أهل الجنة، يقول تبارك وتعالى من سندس يلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق، اللون الأخضر. أرض الجنة والأرائك والفرش متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، إذن فرش الجنة أخضر، اللباس أخضر، والشجر أخضر أيضا، الأعناب، الفواكه، اللون الأخضر هو اللون الذي يميز الجنة. طيب إذا كان اللون الأسود الذي يميز النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن نار جهنم فهي سوداء مظلمة، إذا كان هذا اللون قد ذكر في القرآن 7 مرات بعدد أبواب النار، فكم مرة ذكر اللون الأخضر في القرآن؟ المفاجأة أنه ذكر 8 مرات، 8 مرات بعدد أبواب الجنة، وذلك في القرآن كله سبحان الله. طيب الآن قد يخطر ببال الإنسان أن يقول إذا كانت أبواب الجنة 8 وأبواب الجنة وأبواب النار 7، فكم المجموع؟ 15. طيب إذا بحثنا عن كلمة أبواب في القرآن نجدها قد ذكرت 15 مرة بالضبط، مع العلم أن كلمة أبواب في القرآن لا تخص الجنة والنار، يعني مثلا فأتوا البيوت من أبوابها ليس لها علاقة بالجنة والنار. الآن المفاجأة أننا إذا قمنا بترتيب هذه الآيات التي عددها 15 التي ذكرت فيها كلمة أبواب، دققي معي، لدينا في القرآن 15 آية ذكرت فيها كلمة أبواب، إذا قمنا بترتيبها حسب ترتيب القرآن ستكون الآية رقم 7 ما هي؟ فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. آية تتحدث عن جهنم رقمها 7 بعدد أبواب جهنم. الآية التي تليها مباشرة رقم 8 جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. يعني سبحان الله، والله إن الإنسان يعني لا يستطيع أن يصف كيف جاء هذا الترتيب المعجز وأعجب من أولئك الذين يدعون أن القرآن لا يحوي إعجازا. إذا ماذا يمكن أن نسمي هذا؟ الجنة لونها أخضر وأبوابها 8 ويذكر اللون الأخضر 8 مرات، النار لونها أسود وأبوابها 7 ويتكرر اللون الأسود في القرآن كله 7 مرات، وكلمة أبواب في القرآن ذكرت 15 مرة بعدد أبواب الجنة والنار، وعندما رتبنا الآيات وبدأنا بقراءتها آية آية نجد أن الآية 7 التي تحمل الرقم 7 تتحدث عن أبواب جهنم، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. الآية 8 تتحدث عن أبواب الجنة، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. إن هذه الحقائق تدعونا لأن يعني ببساطة أن نقول سبحان الله.